قليل هناك اتصال من الأخ أمين سر اللجنة التنفيذية من منظمة التحرير مع وزير الخارجية الأردني وتبحث في موضوع جنين. ودائما نحن نعلم بأن الموقف الأردني الموقف المصري داعم للشعب الفلسطيني بكل ما أوتي من إمكانيات. اليوم أيضا نحن قبل قليل في حركة فتح صدر بيان وندعو كل أبناء شعبنا للتوجه إلى الشوارع والتوجه إلى كل مناطق التماس مع جيش الاحتلال حتى لا نترك جنين وحدها. مطلوب اليوم أن يكون هناك هبة شعبية جماهيرية حقيقية على المستوى الداخلي. مطلوب من كل جاليات فلسطينية، مطلوب من كل أبناء شعبنا في الخارج وفي الشتات أن يخرجوا إلى الشوارع اليوم، أن يكون هناك مظاهرات في كل الدنيا لتصل الرسالة وليقف هذا العدوان على أبناء شعبنا في جنين. الوضع اللي بيحصل الآن في جنين هو ليس بالوضع السهل وليس بالوضع الذي سيبشر بخير خلال الساعات القليلة القادمة. نحن نتكلم اليوم عن الآن 5 شهداء و7 إصابات حرجة وحرجة جدا. فإحنا نتكلم إذا استمرت هذه العملية الأيام سيكون هناك شهداء بالعشرات. إذا مطلوب أن يكون هناك موقف حقيقيا، مطلوب أن يكون هناك حراكا من كل أبناء شعبنا من كل فصائل العمل الوطني ضد هذا الاحتلال. إضافة إلى أنه اليوم راح تكون جنازة الشهيد وسنعلن عنها بعد قليل، الشهيد محمد أبو حسنين، وهو أيضا يعمل في المؤسسة الأمنية الفلسطينية برتبة ملازم. الذي أصيب على المدخل الشمالي لبلدية البيرة، وهو مواطن جاء من غزة إلى رام الله وقد ارتقى واستشهد في رام الله. يعني في النهاية الحمد لله رب العالمين، شعبنا أينما يذهب ستلحقه الويلات بسبب هذا التقصير الدولي، بسبب هذا التقصير العالمي، بسبب هذا الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال. مطلوب أن يكون هناك وقفة جدية وأن يكون هناك موقفا دوليا الآن للجم هذا الاحتلال وللجم هذه العصابة التي تقود دولة. هذه عصابة إرهابية مجرمة تقود دولة، وهذا الأخطر في هذا الموضوع. إذن حركة فتح تدعو جماهير شعبنا للخروج إلى نقاط التماس حتى لا تترك جنين وحدها، هذا ما أكدته حركة فتح في بيان لها، وأيضا المتحدث باسم حركة فتح ضيفنا السيد حسين حمايل. نتمنى منك البقاء لين تسمح لنا بالذهاب إلى ضيفنا التالي. نذهب إلى مراسلنا أسيد صبيح من جنين لمواكبة التطورات الميدانية، وإن كان هناك أي جديد أو أي معلومات رسمية عن التطورات الميدانية. أسيد أهلا بك معنا، ما الجديد لديك أسيد؟ الجديد سلام بأن هنالك نحو 5 غارات قام الاحتلال بشنها على العديد من المواقع في حي الجبريات وفي الأحياء المجاورة لمخيم جنين وفي داخل مخيم جنين. هذا تتزامن في هذه اللحظات هنالك غارة جديدة يتم إطلاقها على حي الجبريات ومنطقة شارع السكة المجاورة لمخيم جنين. هذا يتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة ما بين الشبان في داخل مخيم جنين وقوات الاحتلال، التي حتى هذه اللحظة من الواضح أنها لم تتمكن من اقتحام مخيم جنين بشكل كامل والدخول إلى الأهداف التي تسعى أن تصل إليها. هنالك محاولة كانت قبل قليل تجدد الغارات في هذه اللحظات. هنالك أيضا غارة إضافية وقنابل جديدة تطلقها المسيرات باتجاه مخيم جنين والمنازل هنا في مخيم جنين. يعني سلام، من الواضح بأن جيش الاحتلال فشلا ذريعا كما تظهر الصورة على الأرض من الوصول إلى الأهداف التي يسعى أن يسيطر عليها في داخل مخيم جنين. حاول الانسحاب، العديد من المركبات انسحبت بضعة أمتار إلى أطراف مخيم جنين ومن ثم عادت مجددا، لربما أنها من خلال هذه الطريقة وهذا الأسلوب تحاول بأن تستدرج الشبان الذين يصنفوا بالمطلوبين لدى جهاز أمن الاحتلال، أمن العام الشباك وجيش الاحتلال، أن يقوموا باستدراجهم إلى مداخل مخيم جنين. ولكن من الواضح بأن هذه الخطة فشلت وعاد الاحتلال من جديد ليحاول أن يقتحم المدينة. أيضا حاولنا التواصل مع بعض الزملاء الصحفيين
الإسرائيليين الذين ما زالوا محاصرين في داخل منازلهم قالوا لنا بأننا قمنا بالتواصل مع الهلال الأحمر كوسيلة للخروج من بيوتنا، لكن حينما حاولت مركبات الإسعاف أن تصل إليهم وهم على بعد 100 متر وأكثر من 100 متر من مخيم جنين، قام جيش الاحتلال بإطلاق النار باتجاه مركبات الإسعاف وإجبارها على التراجع ومنعهم من الوصول إليهم لإخراجهم من منازلهم من أجل مواصلة عملهم من الميدان. هنالك حالة ضبابية في المعلومات تسود في هذه اللحظة، يحاول الاحتلال أن يخلق مجموعة من السيناريوهات بأنه سينسحب في حين يبقي على قناصته وطائرات الاستطلاع وطائرات الدرون وغيرها التي يستخدمها في هذا العدوان على مخيم جنين، يبقي عليها في سماء مدينة جنين وفي سماء المخيم ويواصل غاراته بشكل مكثف على العديد من المناطق والأحياء في المدينة وفي مخيم جنين. هذا أيضا يدعو إلى حالة من الرعب أيضا التي سادت منذ ساعات نتيجة دفع الاحتلال بنحو 4 دبابات من نوع المركافة إلى منطقة سهل مرج ابن عامر، وهي ما زالت تتقدم ببطء شديد باتجاه مدينة جنين. هذا مما يعني أنه قد يفتح الباب أمام هجمات جديدة من قبل مدفعية الاحتلال والمركبة باتجاه مخيم جنين، أم هي وسيلة من زيادة من القوة العسكرية؟ هذه قضية حتى هذا الأمر ما زالت مجهولة لدينا كأطقم صحفية هنا عاملين في الميدان، وخصوصا بأن الاشتباكات تتواصل، هنالك دفع بالمزيد من الآليات العسكرية على حاجز الجلمة، حاجز سالم وحاجز برطعة ومستوطنة دوتان الجاثمة بالقرب من بلدة يعبد وبلدتي يعبد وعرابة غرب جنوب غرب مدينة جنين. يحاول الاحتلال أن يخلق طوق أمني واسع حول محافظة جنين بشكل كامل، وخصوصا بأن هذه تأتي في ظل تصريحات من أعلى المستويات السياسية إلى أن الاحتلال يسعى إلى شن عملية واسعة في مدينة جنين وفي مخيمها. بالطبع نعود إليك السيد حال ورود أي جديد، نشكرك حتى اللحظة. وقبل أن نذهب إلى ضيفنا التالي من مصر، هنا نذهب أيضا مرة جديدة إلى السيد حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح. كما أشار مراسلنا، حتى الصحفي غير قادر على الخروج من منزله ليغطي الأحداث في جنين، وعندما طلبت الأطقم الصحفية والزملاء الصحفيين حتى من سيارات الهلال الأحمر أن تنقلهم، تعرضت سيارات الإسعاف لإطلاق النار. هذه حرب إجرامية. أنت اليوم تتكلم، قبل قليل أخي سلام عندما تكلمنا عن ما يحصل في إسرائيل، هي اليوم عصابة مجرمة تتحكم بإمكانيات دولة، وهذا الأخطر في الموضوع. وهذا الموضوع خطر ليس فقط على مخيم جنين وعلى أهل جنين وعلى فلسطين، هو خطر على المنطقة، خطر لأي ردة فعل سيكون بها هؤلاء الإرهابيين. اليوم أنت بتتكلم عن نتنياهو يصدر يحل خلافاته على حساب الدم الفلسطيني. نعم. جاء نتنياهو وجاء بن غفير وجاء سموتريتش وإسرائيل وغير ويهودا غليك وكل هذه الأمة جاءت إلى كرسي الحكم من قتل أكثر، من أجرم أكثر بحق الشعب الفلسطيني. شو متوقعين من هؤلاء عصابة؟ هذه عصابة مكانها السجن، هذه عصابة معادية للإنسانية، ليس أكثر من هيك. إحنا عمليا كل ما يحصل اليوم في جنين، نحن كفلسطينيين لا نتفاجأ من حدة هذا الإجرام ومن حدة هذا القتل وهذا الإرهاب، لأنه نعم. إحنا في النهاية نقول ونؤكد بأنه ما يحصل في فلسطين هو نتيجة خذلان الدولي للشعب الفلسطيني. نعم. اللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى، في النهاية ما حدا يجي يبرر لحاله. اللي بدي يشتغل لفلسطين يتفضل يوقف مواقف رسمية تبدأ بالضغط على المؤسسات الدولية وعلى الإدارة الأمريكية وعلى كل العالم من أجل أن يتم نعم. حماية الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا للمتحدث باسم حركة فتح السيد حسين حمايل على وجودك معنا وعلى هذه المداخلات والإيضاحات. الآن اسمحوا لنا أن نذهب إلى ضيفنا التالي من جمهورية مصر العربية، نتحدث مع السيد عاطف مغوري نائب رئيس حزب التجمع المصري. أهلا بك معنا في هذه التغطية الحية والمباشرة. سيد عاطف، بيانات الشجب والاستنكار لن تشبع المواطن الفلسطيني الذي يقصف بالطائرات الآن وتحاصر مدينته ومخيمها في جنين، ويتم تدمير البنية التحتية ويزج في محيطه وفي محيط المدينة ومخيمها بأكثر من 1000 جندي حسب تقديرات الزملاء الصحفيين.
ما قولكم في جمهورية مصر العربية وفي حزب التجمع العربي حيال ذلك؟ يعني للأسف الشديد ومن المحزن جدا أن يعني مع الساعات الأولى لهذا اليوم أن تنطلق هذه القوى الغاشمة المدمرة آلة القتل الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني التي تقتحم التجمعات يعني الكتل السكانية الفلسطينية مدن مكتظة ومخيمات يعني بهذه القوى طيران ودبابات و يعني آلاف من الجنود أمر يعني لقد حذرت القيادة الفلسطينية من هذا العدوان وهناك تصريحات وإعلانات وتبتح صهيوني ومخططات أعلن عنها في اقتحام شمال الضفة والتخطيط لقتل وكسر عزيمة الشعب الفلسطيني بهذه القوى الغاشمة الصهيونية وهي هذا العدوان ليس بجديد ولكنه هو ياتي ضمن يعني المخطط الصهيوني الذي يستهدف ابناء الشعب الفلسطيني مزيد من الاقتحامات وهدم البيوت والاعتقالات والقتل على قارعه الطريق وفي وضح النهار وعلى امام كل كاميرات العالم لان يعني من امن العقاب ازداد اجراما هذا هو الامر الذي ينطبق على الكيان الصهيوني والعصابه والقبضه الحاكمه في هذا الائتلاف الحاكم العدواني الذي لا يخفي توجهاته العدوانيه والعنصريه وان هناك مخطط لمحاوله يعني الحديث في ظل كم تدفي وللاسف الشديد اسمح لي طبعا وانا اتحدث من داخل من جمهوريه مصر العربيه نعم وأننا أخاطب الشعب الفلسطيني الذي لا يزايد عليه أحد في دفع ضريبة الدم والتضحية أن أقول قبل أن نعاتب الصمت الدولي والإجرام الدولي لا يجب أن يكون هناك عتاب عربيا للموقف العربي وخاصة أننا في أعقاب مواقف عربية أعلن عنها عبر القمة العربية الأخيرة في جدة وايضا ان ابراز وفعل القضيه الفلسطينيه وخاصه انها تصادفت مع الذكرى 75 للنكبه ان نقول للعالم يعني حينما يكون هذا الصمت العربي والذي نرى فيه وللاسف الشديد حاله من حالات التعامل مع العدو الصهيوني وليس هناك اي ملمح للتعبير عن الغضب العربي ليس من خلال الدبابات والجيوش التي لا ينتظرها الشعب الفلسطيني ولكن على الاقل بما عرف في العرف الدبلوماسي حينما تكون هناك علاقات بينك وبين احد الدول وان هناك اجراما وهناك اجراءات وتصرفات من تلك الدوله يفيد لك ولثوابتك ان تتخذ بعض الاجراءات الدبلوماسيه من سحب سفراء او تسديد علاقات او تخفيض علاقات أو وقف علاقات كل هذه الأمور لم نرى سوى بيانات شد وإدانة وهذا الأمر مما يعني يزيد الألم لدى الشعب الفلسطيني لأن الذين قالوا أن الشعب الفلسطيني يعني ابتهج كل سبل السلام واستمع إلى كل دعاة السلام الذين يعاتبون الشعب الفلسطيني ويتهمونهم بالتشدد فقد لجأت القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى كل أنواع سبل الكلام وأن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتشتت كل يوم ببيانات حول حل الدولتين والإجراءات على الأرض تقول أن هناك إجراءات صهيونية لإلغاء هذا الحل ومحاولة شطب القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني نقول لهم أن في ظل هذا الصمت الدولي وما يعني ما نراه في فرنسا حينما يقتل شاب عمره 17 عام نائم هذا الشاب هذا الغضب الذي زاد كل فرنسا والمناشدات التي نراها من دول ومؤسسات دوليه للسلطات فرنسا بالتروي والتحكم في الاجراءات ضد هؤلاء لم نرى منك هذا الفعل امام قوه غاشمه مسلحه عدوان قوات مسلحه جيوش تحاكم وتهاجم تجمعات مدنية. طيب سيد مغاوري اعذرني على المقاطعة الآن. لا
الدولية. إذا كان الموضوع يتعلق ببيانات شجب بين ردات الفعل المطلوبة، إن كان الموضوع يتعلق ببيانات الشجب والإدانة والاستنكار فهي بيانات مقدرة، لكنها لا تغني ولا تسمن من جوع بالنسبة للشعب الفلسطيني. ماذا برأيك يجب أن يقدم الأشقاء والأصدقاء العرب والمسلمون لفلسطين وهي تتعرض إلى ما تتعرض له من استيطان وقتل يومي وإرهاب مستوطنين، وها نتحدث عن عدوان جديد على جنين ومخيمها؟ يعني والأسف الشديد يعني في الوقت الذي يعني لم يتم الحقيق بيت الله الحرام من إنهاء ما طقوس وشعائر الحج ويعودوا إلى بلدانهم وما زالوا هناك في الأراضي المقدسة، نقول يعني أن يجب أن يكون هناك موقفا عربيا حقيقيا، اجتماع للجامعة العربية وإعلان وقف قطار التطبيع وإقامة العلاقات والتعامل والتنسيق مع العدو الصهيوني. يجب أن يكون هناك ضغط عربي حقيقي يعلن وقف كل الإجراءات مع العدو الصهيوني وتقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان، ولا يمنع أن يكون هناك تلويح استخدام القوة في حدود وقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني. إذا عجز العالم أن يوفر الحماية للشعب الفلسطيني فالمنوط بالدول العربية والأشقاء العرب والسعي إلى اتخاذ الإجراءات التي بنشأ بها توفير الحماية الدولية الحماية للشعب الفلسطيني وإرسال رسالة للعالم، رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني ليس شعبا أعزل، ليس شعبا منعزلا عن أمة، ولكنه هو في حضن أمة عربية واحدة يعني تدافع عنه وتنفعل وتغضب وتعبر عن غضبها الحقيقي بإجراءات عملية في مواجهة هذا العدوان، هذا العدوان الذي نرى أوروبا عن قدها وقديدها تنهض وتنطلق. نحن ضد كل شكل أشكال الحروب والعدوان، ولكننا حينما نرى أوروبا تقدم كل أشكال الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا التي لها يعني هذا الأمر الذي يختلف أو يتفق عليه البعض، أما حينما يتم هذا العدوان ولا تتكلم عن حق الدولتين وحق الشعب الفلسطيني وحق إسرائيل ونقيم علاقات مع إسرائيل، هذا التفكح الإسرائيلي يواجه بفعل عربي حقيقي على الأرض. كافة دعوة البرلمانات العربية لاتخاذ مواقف حقيقية لوقف ومعاقبة كل من يطبع ويتعامل مع العدو الصهيوني. شكرا سيد عطف. كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني حتى ولو وصل الأمر إلى التلويح بالقوة المسلحة على تفعيل الحدود العربية وخطوط الأمن والحدود مع هذا العدو الصهيوني، يجب أن لا تكون آمنة، يجب أن لا تكون آمنة، لأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني هو حق أخلاقي وحق قانوني وحق دولي وحق من حقوق الأشقاء. شكرا سيد عاطف. الشعب الفلسطيني يجب إتاحت له الفرصة، البيانات والاستنكارات اللي هو أمر يعني وارد. شكرا للسيد عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع العربي، حدثتنا من قاهرة المعز وكنت معنا عبر الخط الهاتفي من القاهرة. نذهب إلى جنيف ومن هناك مع ضيفنا إبراهيم خريشي مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. سعادة السفير أهلا بك معنا. ما الذي انتهكته إسرائيل من القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بقصفها جنين ومخيم جنين وتقطيع أوصال الطرق وقطع أي تواصل بين المخيم والمدينة؟ سعادة السفير هل تسمعني؟ طيب حتى يسمعنا سعادة السفير إبراهيم خريشة ويكون معنا، نذكركم بارتفاع عدد الشهداء إلى 5 خلال العدوان المتواصل على جنين ومخيمها، وما زلنا نحصي وإياكم هذا العدد من الشهداء. صحيح أن الشهداء ليسوا أرقاما، إنما عدد الشهداء بلغ في فلسطين منذ ساعات الفجر الأولى 6 شهداء، 5 منهم خلال العدوان المتواصل على جنين ومخيمها. مرة أخرى إلى ضيفنا سعادة السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات المختصة في جنيف. سعادة السفير أهلا بك معنا. ماذا انتهكت إسرائيل من قوانين دولية وقوانين إنسانية
بقصفها مناطق آهلة بالسكان بالطيران وبتقطيع أوصال المدينة واستهداف كل ما يتحرك في منطقة آهلة بالسكان صغيرة وبكثافة سكانية مرتفعة. صباح الخير، أولا رحمة السعداء وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى، كما أتابع أيضا هناك عدد من الجرحى في حادث خطر، وللأسف يعني منذ بداية العام الآن وصل عدد السوداء إلى 185، وهذا الأعلى منذ بداية يعني النزاع، هناك 29 طفل حتى البحر. طبعا بدأنا اتصالاتنا بسبب ظروف المفوض السامي، اليوم من الصعب أن نلتقي معه، ولكن اتفقنا غدا المجموعة العربية في لقاء مع المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي تحرك بشكل معقول في شهر الماضي يوم 23، حيث أصدر نداء عاجلا وبيانا هاما يعني حذر فيه من مخاطر تصاعد الأوضاع، وها هي تسير بالاتجاه الذي تحدث عنه. هذا الأمر يتطلب من كل المؤسسات الدولية والدول اتخاذ خطوات عملية، على سبيل المثال دعوة سفرائهم في إسرائيل وسفراء إسرائيل في العواصم، من أجل إرسال رسالة واضحة بضرورة وقف هذه الانتهاكات. أنت سألت ماذا انتهكت إسرائيل؟ إسرائيل تنتهك كل عناصر القانون الدولي، سواء القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية جنيف وكل قرارات الشرعية الدولية. إسرائيل لا تلتزم بأي شيء، هي مجموعة من القتلة، عصابة تقود الحكومة الإسرائيلية الحالية. طبعا الحكومات السابقة ليست أفضل من هذه الحكومة، لكن هذه الأكثر تطرفا. هذا يستدعي يعني جهد عربي وجهد دولي من أجل اتخاذ خطوات عملية لردع إسرائيل. إسرائيل لن تتوقف عن هذه الحملة المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق تواجده وتحديدا في مخيم جنين، إلا إذا كان هناك خطوات عملية. نحن نعمل من خلال تواجدنا في جنيف مع المؤسسات المعنية، اليوم أيضا سألتقي مع رئيسة الصليب الأحمر الدولي وسنتحدث تلفونيا مع بيرن مع وزارة الخارجية السويسرية بصفتها البلد الوديع لاتفاقيات جنيف، من أجل إعلاء الصوت ومحاولة الضغط على القوة القانون الاحتلال لوقف هذا الإجرام وهذا القتل المستمر يوميا ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. ويوم الاثنين القادم سيكون هناك البند السابع في دورة مجلس حقوق الإنسان، والذي سنتحدث فيه عن كل ما هو حاصل، وسيكون هناك حوار تفاعلي مع المقرر الخاص لفلسطين السيدة فرانشيسكا ألبانيز. نأمل أن تكون هذه الجهود يعني تؤثر ولو قليلا باتجاه وقف هذه العربدة وهذا البطش وهذا الإجرام الذي تقوم به القوى القمر الاحتلال ومستوطنيها. سعادة السفير، هناك كثير من بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تنتهك يوميا في المشهد على أرض الواقع. هناك كيل بمكيالين وازدواجية معايير عندما يتعلق الموضوع بالجانب الفلسطيني. ماذا يمكن أن نقول عن هذا الموضوع وكيف تعالجونه وتطرحونه في اجتماعاتكم؟ يعني نحن دوما نكرر هذا الأمر، ونرى أن هناك بعض المناطق يراد للقانون الدولي أن يتم احترامه وتنفيذه واتخاذ خطوات عملية اتجاه الدول التي يتم اعتبارها بأن القانون الدولي، لكن عندما إسرائيل موقف مغاير، فهذا مؤسف مجموعة الدول الغربية عليهم أن يروا ماذا يحدث. الأمر بالتأكيد إذا ما خرج عن السيطرة سيكون له انعكاسات سلبية على منطقة العالم. الشعب الفلسطيني لا زال يعاني 75 عام في هذا العام فكرة للنكبة الفلسطينية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنتهك إسرائيل كل بنوده. يعني غدا في لقاء مع المفوض الإسلامي الذي يحاول أن يعقد بعض الفعاليات لمناقشة فكرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع. طبعا غدا يصل وفد فلسطين لمراجعة اتفاقية الحقوق السياسية والمدنية التي انضمت لها فلسطين برئاسة وزير العدل السيد شلالدي. أيضا سيتم الحديث مع اللجنة المعنية بهذه الاتفاقية وهذه المعاهدة الهامة جدا،
والتي يعني تعتبر جزء من الشرعة الدولية بمعنى الإعلان العالم والعهدين الدوليين كالحقوق السياسية والمدنية للشعب الفلسطيني تنتهك أولا من قبل القوى القائمة بالاحتلال الإسرائيلي. نعم. نحاول إطلاع المعنيين بهذا الأمر ونحثهم على ضرورة التدخل. نحن لا نريد إدانات ولا نريد بيانات شديد، نريد خطوات عملية ولو قليلة. طبعا تابعتم قبل أيام كان هناك يوم الجمعة الماضي تحديث لقائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات بناء على القرار الذي تم اعتماده عام 2016. للأسف بعض الدول لا يعجبها هذا الأمر، هناك 15 شركة أوقفت عملها في المستوطنات وفي هناك أزمة مالية في هذه العملية. سنقدم قرار حول هذا الموضوع يتم التصويت عليه يوم 13 من هذا الشهر من أجل تأمين الموارد المالية والبشرية لتحديث هذه القائمة وإدراج الشركات التي بدأت عمل جديد وأنشطة في المستوطنات وتلك التي أوقفت عملها. فبالتالي نحاول من كل الجهات الممكنة، وأعتقد أن نيويورك أيضا اليوم سيتحرك زميل هناك دكتور غياب منصور والبعثة في نيويورك مع مجلس الأمن أو الجمعية العامة، يعني نحن نتواصل وهناك جهد مشترك إلى المطالبات والمناشدات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية مع المجموعة العربية ومع الفاعلين في المجتمع الدولي. شكرا لسعادة السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات المختصة في جنيف على كل هذه الإيضاحات وعلى وجودك معنا. نذكركم بالحصيلة المتوفرة حتى هذه اللحظة، ارتقاء 6 شهداء، 5 من بينهم في جنين وشهيد في البيرة وبالتحديد عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة برصاص الاحتلال. تصلنا بالطبع كثير من الفيديوهات تباعا من جنين ومخيمها تظهر حجم الدمار في ممتلكات المواطنين، في سياراتهم، في الأزقة، في الطرق، وأيضا في البنية التحتية. هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة، وما زالت كل السيناريوهات متاحة. ومتابعة للسيناريوهات المطروحة نتحدث الآن إلى ضيفنا التالي أيضا من قاهرة المعز، السيد هاني الجمل الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية. سيد هاني أهلا بك معنا عبر تلفزيون فلسطين. عدوان جديد تشنه قوات الاحتلال ومتجدد تشنه قوات الاحتلال على أهلنا في جنين وفي مخيمها. قراءتكم في هذا العدوان من الناحيتين السياسية وأيضا القراءة المتعلقة بسيناريوهات ماذا يمكن أن يحدث، لأنه كثير من التطورات الميدانية يكون ما قبلها مختلف عما بعدها. تحياتي لحضرتك ورحمة الله على شهدائنا الذين أسكت دماءهم هذه الأراضي المقدسة والتي كانت دائما هي الوقود الذي يشعل المقاومة دفاعا عن هذه الأراضي المقدسة الحبيبة إلى قلوبنا. ما تقوم به إسرائيل في الوقت الراهن هو نوع من أنواع مغازلة الداخل الإسرائيلي الذي ضغط على حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا في الحكومات الإسرائيلية حتى بعد محاولة تهدئة الأمور مع الأوضاع في المحاكم الإسرائيلية، إلا أن هذه الجماعات المتطرفة اليمينية تحاول أن تضغط على الحكومة نتنياهو، وبالتالي هو يقوم بهذه العملية التي تحاول أن تعيد إلى الجيش الإسرائيلي هيبته التي فقدها على يد المقاومة الفلسطينية الشريفة. هذه العملية العسكرية هي عملية نوعية استهدفت الداخل في مخيم جنين، ولم تستهدف فقط المقاومين الفلسطينيين ولكنها استهدفت أيضا تغيير البنية التحتية، وكأنه نوع من أنواع تقطيع الأوصال ما بين الأراضي الفلسطينية لمحاولة ضم مخيم جنين إلى الضفة الغربية. هذه المحاولات الإسرائيلية التي يستخدم فيها آلة حرب عنيفة جدا تندد بها كل المنظمات الدولية والإنسانية في مقاومة العزل من الأبرياء في جنين، والذين ارتقت أرواحهم ما يربو إلى أكثر من 15 شهيد حتى هذه اللحظة في هذه العملية النوعية، يؤكد بما إن لا داعي للشك أن إسرائيل ماضية قدما. طيب سيد هاني، هو عدد الشهداء حتى هذه اللحظة 5 في جنين والسادس كان في مدخل البيرة الشمالي. طيب سيد هاني، الآن ما المطلوب بعيدا عن الشجب والإدانة والاستنكار؟ ما المطلوب؟ لأنه نحن أمام مشهد يقول بأنه جيش لا يقل تعداد القوات التي اقتحمت جنين ومخيمها عن 1000 جندي حسب تقديرات الزملاء الصحفيين،
نتحدث عن قصف من الجو وكأنك في دولة وتهاجم إمبراطورية كاملة، كل هذا من أجل مقاوم يحمل رشاش أو يحمل سلاحا خفيفا ويدافع به عن منزله قبل أن يدافع عن مخيمه وعن مدينته أيضا. الهزائم المتتالية التي مني به الجيش الإسرائيلي أمام المقاومة الفلسطينية كانت هي الدافع من الدوافع الهامة التي جعلت هذه العملية العسكرية النوعية الإسرائيلية تكون بهذا التحشيد من استخدام طائرات موجهة واستخدام واستهداف الأبرياء من العزل. ليس فقط هذا، ولكن هذا التوغل الكبير بعدد من الجيش الذي تعدى 1000 جندي إسرائيلي مدجج بالسلاح على أحدث نوع من أنواع التسليح. هذه العملية تحاول أن تعيد صياغة كما يقولون المقاومة ومحاولة مواجهة عش الدبابير كما يسمون مخيم جنين بهذا الاسم، هو شرف للمقاومة الفلسطينية التي تلتحم وكأنها نموذج الالتحام بين الأطياف الفلسطينية المختلفة. هذا المخيم الذي يضم بين جنباته فصائل فلسطينية مختلفة تستطيع أن تلتحم فيما بينها لمواجهة هذا التوغل الإسرائيلي. وما حققه مخيم جنين قبل ذلك في تحقيق انتصارات على الجانب الإسرائيلي هو ما يضع نصب أعين الجيش الإسرائيلي استهداف هذه المقاومة الفلسطينية، ولكنه لا يعلم أن هذا الحي الفقير الذي يعاني من النيات الاقتصادية الضعيفة يمتلك مقاومات وروح عالية في مقاومات هذا الجيش الإسرائيلي وهذه الآلة العسكرية الشعواء، وهو ما يمتلكه من إيمان وعقيدة راسخة في الدفاع عن الأراضي بما يمتلكه. نعم. أولا بأرواحه وببعض الأسلحة التكتيكية البسيطة التي تحقق النصر، وهو ما يخاف منه الجيش الإسرائيلي. وبالتالي كانت هذه العملية النوعية لها أكثر من شق، ليس فقط الطيران الإسرائيلي الذي ضرب بعض المساكن ومحاولة هدم المنازل على أصحابها مستغلا الظرف بأعياد الاحتفالات بعيد الأضحى وأن الفلسطينيون مشغولون بهذه الاحتفالات الدينية المقدسة، ولكن أيضا بوجود الجرافات التي هدمت العديد من البنية التحتية لتعمل نوع من أنواع التغيير الديموغرافي لهذه المنطقة وطمس هويتها الفلسطينية الرقية. وبالتالي يستطيع من خلال هذه العملية العسكرية النوعية التي يغض العالم الطرف عنها حتى الآن يحاول أن يغير من وضعها ويحاول أن يقدمها إلى الضفة الغربية، وبالتالي يستطيع أن يتوسع في مستوطناته التي خرجت العديد من القرارات الدولية والقرارات الإقليمية لتندد بهذه المستوطنات، حتى أن بعض الأصدقاء لإسرائيل في أوروبا وأمريكا حذروا الحكومة اليمنية المتطرفة من زيادة هذه المستوطنات والتي قد تؤدي إلى وجود انتفاضة فلسطينية ثالثة لن تقف أمامها أي آلة حرب عسكرية إسرائيلية منظمة. سيد هاني ابقى معنا، اسمح لي أن أذهب لمراسلنا من أمام مشفى ابن سينا في جنين ليجمل لنا التطورات الميدانية على أن أعود لاستكمال الحوار معك. نتمنى منك البقاء معنا. الآن نحن معك أحمد نزال وأنت تتواجد أمام مشفى ابن سينا، صورة الوضع وما تحديث المعلومات المتوفر لديك؟ الجديد وتحديث المعلومات ثلاث نقاط أساسية. أولا، تعرض منزل للقصف إن لم يكن أكثر من منزل خلال النصف ساعة الأخيرة في مخيم جنين. هنالك منزل أو أكثر من منزل تعرضت للقصف إما بقذائف موجهة أو بالطائرات المسيرة، حيث تحركت الأطقم الطبية بعد أن وصلت الإشارة إليها كما تحدث شهود العيان، وشاهدنا سحب الدخان وكذلك أصوات الانفجارات، كل ذلك رافق عملية القصف للمنازل داخل مخيم جنين. أيضا النقطة الثانية هي توسع دائرة المواجهة مع جيش الاحتلال لتشمل أيضا مناطق أخرى في مدينة جنين والأطراف الحي الشرقي من مدينة جنين ووسط السوق، حيث امتدت مواجهات مع جيش الاحتلال إلى تلك المنطقة كما شاهد الجميع الصور التي تم تناقلها من تلك المنطقة حيث نتواجد الآن، وكذلك شهود العيان الذين تحدثوا لنا بامتداد المواجهات إلى تلك المنطقة مع جيش الاحتلال وتوغله في تلك المنطقة. إضافة إلى النقطة الثالثة وهي استخدام جيش الاحتلال لجرافتين من نوع D9 إلى مخيم جنين، وهي جزء من التعزيزات التي كان قد أضافها صباح هذا اليوم
إلى مخيم جنين، وإضافة كذلك لعدد من الآليات التي ما زالت تصل إلى مخيم جنين اتباعا ضمن أيضا التعزيزات التي تصل. بالتالي هذه هي التحديثات حتى هذه اللحظة مع استمرار إطلاق الرصاص الذي نسمعه من حيث نتواجد الآن أمام مشفى ابن سينا في حي الزهراء في مدينة جنين، إضافة لأصوات الانفجارات التي نسمعها بين الفينة والأخرى. تحدثتم عن ارتقاء الشهيد الخامس في جنين، بالفعل تم الإعلان عن الشهيد الخامس مع التحفظ على اسم الشهيد حتى الإعلان عنه بشكل رسمي. هنالك ما زال عدد من الإصابات الحرجة تتلقى العلاج في المشافي ابن سينا والرازي والحكومي، مع أيضا التذكير بوقوع مواجهات عنيفة أمام مشفى جنين الحكومي، هذا المشفى الذي هو على تخوم مخيم جنين، ودائما تحدث هنالك مواجهات ويتواجد جيش الاحتلال أمام مشفى جنين الحكومي ويمنع الأطقم الطبية من الوصول إلى المكان، وكذلك يحرم المركبات الإسعاف من نقل الجرحى إلى المشفى، وبالتالي يعيق عمل الأطقم الطبية في حال نقلها للجرحى إلى المشفى، كما أعاق عملها داخل مخيم جنين حيث عمل على تجريف الطرقات، وحتى اللحظة لا تستطيع المركبات. طيب أحمد، ماذا عن الاعتقالات؟ تحدثنا مع سياف أبو سيف مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وقال بأنه هناك على الأقل 20 حالة اعتقال. هل لديكم أي معلومات حول عدد الاعتقالات التي جرت حتى هذه اللحظة؟ لا معلومات دقيقة عن عدد الاعتقالات في صفوف المواطنين، لكن المواطنون تحدثوا إلينا أيضا بأن قوات الاحتلال تتنقل من منزل إلى منزل داخل مخيم جنين، وهنالك احتجاز للعائلات داخل المخيم، وهنالك فرق للمشاة تحاول الوصول إلى منازل المواطنين بالكاد، واحتجاز هذه العائلات داخل المنازل واعتقال من يعني يتم اعتقاله، لكن عدد المعتقلين حتى هذه اللحظة لم نحصل على رقم دقيق نتيجة لعدم تمكننا أولا من الوصول إلى المخيم، ثانيا لتضارب المعلومات، ثالثا لاستمرار العدوان واستمرار تنقل جيش الاحتلال من منزل إلى منزل واستمرار احتجاز العائلات داخل هذه المنازل التي ما زال يتخذها ثكنة عسكرية ومكانا لقناصته. ونريد أن نذكر إذا تكلمت سلام بأن جيش الاحتلال يقوم بإحداث ثغرات صغيرة داخل جدران المنازل، وشوهدت هذه الثغرات في أكثر من مكان، حيث يستخدم هذه الثغرات من أجل يعني إطلاق رصاص قناصته تجاه المواطنين، وبالتالي إيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف المواطنين وحماية قناصته من التصدي له من قبل الشبان الذين خرجوا للتصدي لقوات الاحتلال. بالتالي هو أسلوب آخر يستخدمه جيش الاحتلال بأن يقوم للتنقل من منزل إلى منزل وإحداث ثغرات صغيرة داخل الجدران واستهداف الشبان من هذه الثغرات وإيقاع الخسائر في صفوف الشبان والإصابات وارتقاء الشهداء بعد إطلاق الرصاص الحي اتجاهه. شكرا لك أحمد نزل، نعود إليك حال ورود أي جديد. الآن قبل أن نعود إلى ضيفنا في القاهرة ونفتح النقاش أيضا مع زميلنا محرر الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب هنا في الاستوديو، سيسمح لي أنس وأيضا ضيفنا من القاهرة أن أذهب إلى نابلس مع مراسلنا من هناك خليل أبو عرب لنتابع الأوضاع أيضا في نابلس. خليل، هل بك معنا صورة الوضع في نابلس؟ بداية تحية لك سلام وللسادة المشاهدين، حاتم الحداد العام تسود نابلس الآن في ظل ازدياد العملية العسكرية الاحتلالية في مدينة جنين ومخيمها، حيث عانت القوى الفصائل هنا في محافظة نابلس النفير العام هنا في المحافظة والتصعيد المباشر مع قوات الاحتلال على نقاط التماس في الحواجز العسكرية في المحافظة. حالة الحداد سادت المدينة وشوارعها منذ ساعات الصباح الباكر، حيث خرجت مسيرات عدة في العديد من الأحياء السكنية تنديدا بجرائم الاحتلال. نتابع ذلك أكثر مع السيد أمين سير حركة فتح هنا في محافظة نابلس محمد حمدان. أخي محمد، كيف تنظر الآن إلى ما يجري في جنين وما هو دوركم الآن من أجل تصعيد المقاومة الشعبية؟ يعني بالتأكيد جنين تتعرض لحرب واضحة مدعومة من الإدارة الأمريكية، وهناك تكامل من كل الأحزاب الإسرائيلية حتى المعارضة للحكومة
أعلنت عن موقف داعم لهذه الحملة، مما يؤكد أن محافظة جنين بكراها ومدينتها ومخيمها الصامد تتعرض لحرب إبادة من قبل هذه الحكومة المتوحشة. لذلك على هذا الاحتلال أن يعلم أن مخيم جنين الذي هدمت معظم بيوته في انتفاضة الأقصى وعاد كطائر الفينيق وكان يتسيد وما زال للمشهد المقاوم وكان وما زال ينتصر لكل المفاصل الوطنية للقدس للأقصى. نحن في حركة فتح وفي محافظة نابلس لن نسمح لهذا المحتل الغازي الإرهابي أن يستفرد بمحافظة جنين. لذلك دعونا كل أحرار شعبنا، كل تشكيلاتنا وفي مقدمتها كتائب شهداء الأقصى، الانتفاض والانتصار لمحافظة جنين وعدم السماح لهذا المحتل الإسرائيلي التغول فيها. على هذا المحتل الإسرائيلي أن يعلم أن هذا الجيل الشاب كتب وصيته مسبقا وهو ساعي إلى السماء، لذلك لن تكسر إرادته كل هذه الآلة الحربية الإسرائيلية، والذين يحاولوا من خلال الطائرات والمجنزرات إظهار تفوقهم العسكري، عليهم أن يعلموا أن إرادة الشعب الفلسطيني وثبات الشعب الفلسطيني بالتأكيد لن تنحني، وسنبقى مستمرون بكل الاتجاهات التي من شأنها أن تردع هذا العدوان وتردع هذه الجرائم. كانت هناك دعوة من قبلكم من أجل الدعوة لتنظيم مسيرات وكذلك فعاليات على الحواجز العسكرية لمقاومة المحتل، ماذا أعددتم من هذه الترتيبات؟ المعركة ما زالت في بدايتها. منذ ساعات الصباح لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس دعت إلى إعلان الحداد العام في المحافظة أسوة بباقي المحافظات، وأيضا دعونا إلى مواجهات على كل نقاط التماس، ودعونا كل عناصرنا وكل أبناؤنا وأحرار شعبنا بكل تشكيلاتهم الانتصار للدم الذي يسيل في محافظة جنين. بالتأكيد لن نسمح لهذا الاحتلال أن يستفرد بهذه المحافظة التي كانت دائما على موعد مع الانتصار لكل محافظاتنا وفي مقدمتها القدس العاصمة الأبدية. جنين لا خوف عليها، جنين فيها رفاق درب أبو الجندل ورفاق درب الطوالبة ورفاق درب رعد حازم. الخوف على من يتغيب عن هذه المعركة. بالتأكيد كلنا سنكون على عهد الشهداء ورسالتهم. كيف تنظر إلى القرار الإسرائيلي أو الدعوة الإسرائيلية من الكيان الصهيوني من أجل أن تكون معركة جنين هي البداية ومن ثم الانتقال إلى نور الشمس وبلاطة والبلدة القديمة في نابلس؟ يعني بالتأكيد هذا الاحتلال الإسرائيلي عودنا على جرائم وعودنا على بطشه على محاولة تقسيم الوطن واستفراده بمحافظة دون الأخرى. لذلك كل محافظات الوطن اليوم تعلم جيدا أنها في معركة مفتوحة مع هذا الاحتلال المتوحش، والوحدة الوطنية ووحدة الميدان هي أحد أهم المبررات الأساسية من أجل ردع كل هذه الجرائم. بالتالي لا نستغرب على هذه الإدارة الأمريكية، لذلك ندعو المجتمع الدولي، ندعو المؤسسات الدولية لأخذ دورها من أجل محاكمة قادة الاحتلال، وأيضا ندعو جماهيرنا العربية من أجل الثورة والانتصار للدم العربي الفلسطيني الذي يسيل من رفح وحتى جنين. شكرا لك أمين سير حركة فتح هنا في محافظة نابلس محمد حمدان. إذن إعلان الحداد العام هذا اليوم هنا في محافظة نابلس وإعلان النفير على الحواجز وكذلك على مفارق الطرق. أود أن أشير أن قوات احتلال شددت من تدابير العسكرية منذ ساعات الصباح على الحواجز العسكرية، حيث تم إغلاق حاجز حوارة أمام حركة الخارجين من مدينة نابلس وكذلك الحواجز المقامة على مداخل المدينة، وتواجد مكثف لقوات احتلال في العديد من نقاط التماس بحيث يمنع المواطنين من الدخول والخروج من وإلى محافظة نابلس. إليك سلام. شكرا لك خيري أبو عرب مراسلنا من نابلس، وشكرا الوصول لضيفك. قبل أن نفتح الحوار مع محرر الشؤون الإسرائيلية في تلفزيون فلسطين زميلنا أنس أبو عرقوب، نتوجه مرة أخرى إلى ضيفنا من القاهرة السيد هاني الجمل الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية. سيد هاني، الآن ما الذي يمكن أن نتوقعه من سيناريوهات على الأرض وردود الفعل
من مختلف الأطراف إن كان من الشرق أو من الغرب. سيد هاني، هناك تحركين على مستويين مختلفين على مستوى، تفضل. نعم، على مستوى الداخل هناك تحركات من الرئاسة الفلسطينية لتؤكد أن هذا التصعيد الخطير ضد شعبنا الأعزل هو تحرك غير مقبول، وأن هناك تنسيق مع الدول الإقليمية العربية الفاعلة سواء كانت مع الأردن أو مع مصر، خاصة الحوار برلين هو كان آخر حوار نستطيع من خلاله أن يكون هناك تواصل بين الجانب الإسرائيلي والجانب العربي. التأكيد على هذه المحورية بأن تكون الدول العربية الفاعلة منها مصر والأردن بجانب الرئاسة الفلسطينية هو دور مهم جدا لمحاولة إظهار هذا التصعيد الإسرائيلي ومحاولة مواجهته على الخطوط السياسية المختلفة والمنظمات المختلفة. هناك تحرك آخر من المنظمات العربية والتي أعلنت رفضها لهذا التوغل الإسرائيلي الخطير على الأراضي الفلسطينية، وأن المقاومة الفلسطينية هي أيضا تستطيع أن تقوم بمحاولة التصعيد من قبل هذه الجرافات الإسرائيلية وهذه العملية النوعية من خلال التوحد في خطوط المقاومة ومحاولة الرد على هذه العملية العسكرية النوعية والتي للأسف استهدفت الأبرياء من الفلسطينيين. ليس فقط هذا، لكنها أيضا استهدفت المنازل والعزل والتي أيضا اقتنصت بعض الأطفال من الفلسطينيين سواء كانوا بين المصابين المختلفين. هناك محاولات من الصليب الأحمر ومحاولة من الهلال الأحمر الفلسطيني أن يكون هناك ممرات آمنة يستطيع من خلالها الوصول المساعدات الإنسانية لإخواننا في مخيم جنين، والذي يعد نقطة فاصلة في التواجد المقاومة الفلسطينية أمام آلة العسكرية الإسرائيلية. هذا المخيم الذي له العديد من الشهادات والمرئيات أمام مسمع ومرأة من المجتمع الدولي في المقاومة التي يستطيع أن يستخدم من خلالها الوقود الشبابي والتنظيم الأعلى مستوى بين الفصائل الفلسطينية مقابل مواجهة هذه التوغلات الإسرائيلية المختلفة والتي للأسف لم ترقى إلى المستوى الحدث والظرف الزماني التي تعيشه، ولكنها تحاول أن تستغل الظرف الدولي الخطير والمتأجج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وللأسف مغازلة الانتخابات الأمريكية التي على الأبواب ما بين بايدن وترامب، والتي تحاول أن يستغلها الكيان الصهيوني واللوب الصهيوني في أمريكا لمحاولة الضغط على أمريكا لتمرير هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع، ومحاولة أن يكون هناك خلق لواقع جديد قبل الوصول إلى هذه الانتخابات. وبالتالي هناك دعم كبير من الإدارة الأمريكية الراهنة أو حتى المرشحين المقتبلين في الإدارة الأمريكية بأن يكون هناك نوع من أنواع التمييز النسبي ووجود يد كبرى لإسرائيل في هذا التوغل على الأراضي في جنين. استهداف جنين استهداف له تخطيط استراتيجي على أرض الواقع، فهو المخيم الأكثر نشاطاً والأكثر قوة والأكثر تأثيراً في المقاومة الفلسطينية، والذي حقق العديد من النجاحات والتي استهدفت الجيش الإسرائيلي، بل أنها حاولت أن تخدد هذا الفتح من خلال المنطقة. نعم سيد هاني، شكرا جزيلا لك. هاني الجمل الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، كنت معنا من القاهرة، نشكرك على كل ما أتيت به من إيضاحات. الآن إلى ضيفنا هنا في الاستوديو محرر الشؤون الإسرائيلية في تلفزيون فلسطين زميلنا أنس أبو عرقوب. أنس أهلا بك معنا. منذ ما يعني يقترب من الواحدة والنصف حتى الآن، ماذا قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية وما الذي يمكن أن نقرأه من بين السطور حيال هذه أو حيال هذا العدوان الإسرائيلي الجديد؟ مثل أي عدوان يعني نغطيه، هناك يعني جزء من هذا الإعلام الإسرائيلي يعني عمل قبل العدوان على يعني تهيئة الرأي العام المحلي في إسرائيل والدولي. نعم. لهذا العدوان بشيطنة هذا الجيل الشاب في مخيم جنين ونزع يعني نزع الآدمية عنه وتصويره بأنهم أناس يتطلعون إلى الموت. وخلال العملية يعني منذ انطلاق العملية بدأ الإعلام الإسرائيلي بتصوير يعني مخيم جنين وكأنه دولة تملك جيوشا يعني يتطلب اقتحامها كل هذا العدد الهائل من الجنود، يصورون ما يفعلونه الآن من استهداف بيوت في مخيم مكتظ يعني مكتظ من الناحية السكانية وأيضا من ناحية المنازل،
وكأنه عملية عسكرية جبارة تتطلب حنكة كبيرة وقدرات هائلة. في الواقع ما يجري هو عملية استهداف واسعة لتنفيذ مجزرة حقيقية بكل المعاني، عندما تدخل على الأقل بحسب بيانات جيش الاحتلال وكبار ضباطه الآن متواجد في محيط المخيم، من يعملون على عزل المخيم والسيطرة على المخيم من الناحية النارية، وهذا تعبير عسكري، السيطرة من الناحية بالنار تعني نشر القناصة لإطلاق النار على كل هدف داخل المخيم، وكلمة هدف يعني هي ذات طابع عسكري، هي تعني في الواقع كل ما يستطيعون قتله داخل هذا المخيم. هناك يعني سلاح المدرعات وسلاح المدفعية، يستخدم طائرات مسيرة تكتيكية تشارك في عملية القصف، وأيضا هناك يعني طائرات مسيرة أخرى تابعة لسلاح الجو، إلى جانب مشاركة جهازين استخباريين يعني لديهما قدرات هائلة، جهاز الاستخبارات العسكرية أمان ووحدة نخبته 8200 الآن هي من يعني تشارك في تصويب وتوجيه النيران، بالإضافة إلى مدرعات محصنة تشارك في عملية الاقتحام. الآن القناصة يحفرون ثغرات في جدران المنازل لاستهداف الناس هناك بعمليات القنص كما جرى في المجزرة الأولى. ما يحدث يعني جيش الاحتلال في بداية العدوان أطلق على هذا العدوان عملية بيت وحديقة، ولكنه تراجع، هو لا يريد إظهار ما يحدث على أنه عدوان موسع يعني يشارك لكن فيه. ونحن نتحدث الدخان يتصاعد من هذا المنزل، وقبل قليل كان دخان مماثل يتصاعد من منزل آخر، هذا ما يؤكد بأن كل مساعيهم لتغيير الأسماء، رغم أننا سنسمع لما أطلقوه من أسماء، هذا خير دليل على أن هذا عدوان وهذه حرب من الجو ومن الأرض. تفضل أنا سكت. يعني هذه يعني سأسرد لك القوات الإسرائيلية وكيف خططوا لهذه العملية. بحسب المعلق العسكري لصحيفة يدعوت أحرانوترون بن يشاي، قال أنه يتم التخطيط لهذه العملية بين قوسين، وهذه في الواقع مذبحة منذ عام كامل، وتشارك قوات النخبة كوماندوس الجيش الإسرائيلي إلى جانب قوات أخرى من النخبة، قوات مجلان وقوات من الهندسة وقوات من لواء جولاني في هذا الهجوم الذي يستهدف يعني مخيم مكتظ بالسكان، 28,000 مدني يقطنون في هذا المخيم على يعني على مساحة بسيطة من الناحية الجغرافية، ويتم استخدام الطيران. في البداية حرص بنيامين نتنياهو أن يكون هو صاحب السبق على يعني الإعلان عن العملية، بمجرد تنفيذ الغارة الأولى يعني أعلن مكتب نتنياهو أن نتنياهو يتابع شخصيا التطورات. طيب أنس هنا يدعوت أحرنوت تقول بأن وزراء حكومة نتنياهو لم يعرفوا عن العملية إلا بعد أن خرج نتنياهو في البيان الأول من مكتبه عند القصف الأول من الطيران. هذا صحيح، نتنياهو يواجه تحديا الآن داخل إسرائيل، هناك من هم يصورون أنفسهم أكثر تطرف وأكثر دعوة لسفك دماء الفلسطينيين، في إشارة إلى بن غفير
وسموتريتش الذين يطلقون الإرهابيين لحرق القرى وحرق المنازل واستهداف الفلاحين. نتنياهو يريد أن يقول للجمهور الإسرائيلي أنا صاحب الكلمة هنا، أنا من يقتل فلسطينيين أكثر، أنا من يستهدفهم بالمدرعات وليس بقنابل المولوتوف وبالحرق وبإطلاق النار. هو يريد الاحتفاظ بصورة من يقتل الفلسطينيين بدون رحمة، من يحرق منازل الفلسطينيين، من يدمرها فوق رؤوسهم، لكي يظل الزعيم السياسي بلا منازع داخل المعسكر، معسكر اليمين الإسرائيلي الذي يعني يتعرض فيه لتحديات في هذه المرحلة. يعني سموتريتش نجح بتصوير نفسه بقائد عملية حرق قرية حوارة، وبن غفير يعني قدم نفسه للجمهور في إسرائيل أنه من بادر وقاد وبرر عملية إحراق قرية ترمس عيا، وهو يأتي نتنياهو ليقول لهم أنا من يحرق أكثر، أنا من يقتل أكثر، أنا من يستخدم الطائرات ضد الفلسطينيين. وهناك أمر آخر بالنسبة للإسرائيليين وأعلنوه منذ بداية العملية، العملية تستهدف كسر رمزية مخيم جنين. المخيم، أي مخيم، هو رمز للقضية الفلسطينية وحق العودة وحق الفلسطينيين بالعمل من أجل يعني إقامة دولتهم المستقلة. هناك بعد نفسي في هذا العدوان، يريدون أن يقولوا للجيل الفلسطيني الجديد. طيب أنس، اسمع، أعذرني على مقاطعتك، يجب أن نذهب إلى مراسلنا لأنه يفيد بوقوع إصابات جديدة. أحمد نزال، أهلا بك معنا مجددا، مراسلنا من جنين وبالتحديد من أمام مشفى ابن سينا. أحمد، ما الجديد لديك؟ الجديد في هذه اللحظات، وصل أكثر من إصابة إلى مشفى ابن سينا، جرى نقلها في مركبات الهلال الأحمر. نريد أن نتحدث مع الدكتور نضال العارضة من وزارة الصحة الذي يرافق أطقم الهلال الأحمر الفلسطيني ويحاول الدخول إلى مخيم جنين منذ ساعات فجر هذا اليوم، ويعمل على نقل الإصابات ومتابعتها في مركبات الإسعاف حتى نقلها إلى المشفى. دكتور، أولا يعطيكم ألف عافية، ما الذي نقلتموه في هذه اللحظات؟ هلا بلغونا في 3 اصابات مخترات ولهم فتره عم بينزفوا في مخيم جنين اثر طبعا تعرضهم لقنص وبالصواريخ وبشكل مباشر من قناصه الاحتلال. وصلنا كان في عباره عن بركه دم من عند الشباب مضروبين بالشريان الرئيسي، الوريد الرئيسي في القدم، في الفخذ 2، كانوا نازفين كثير في شبه غيبوبه، يعني لحقناهم في الرمق الاخير. طبعا قوات الجيش كانوا يمنعونا انه ندخل، دخلنا مرتين مشن على الأقدام من أزقة مخيم جنين عشان نطول الإصابات. هلأ لأن الإصابات هاي خطرة جدا، دخلنا من قدام الجيش فما اعترضونا في آخر مرحلة، يعني في آخر محاولة. دكتور، اشرح لنا عملية الدخول إلى المشفى، وأنت تتحدث بأن مرحلة خطيرة والجيش الاحتلال أول مرة منعكم من الدخول. المشهد داخل المخيم ونحن لا نستطيع الدخول، بالتالي أنتم الأطقم الطبية استطعتم الدخول، كيف هو المشهد داخل مخيم جنين وكيف هي الحالة الإنسانية والطبية داخل المخيم في هذه اللحظات؟ يعني جوا المخيم عبارة عن صحراء قاحلة، كل الشوارع دمرت بالكامل، كلياتها نزعت من خلال الجرافات الاحتلال، جرف خوفا من العبوات شكل او ما بعرف، جرفت بالكامل، كل البنيه التحتيه استنزفت، كل مواسير المي بالمطلق، يعني خراب تام في مخيم جنين، بالاضافه الى يعني القناصه في كل مكان، زائد البيوت المحترقه هنا وهناك في المخيم. دكتور، هذا عندما يتم جرف الطرقات هذا سيعيق عمل الاطقم الطبيه ومركبات الاسعاف، وبالتالي عدم مقدرتها على الوصول الى المصابين، اليس كذلك؟ صحيح صحيح، وهذا اللي خلانا نضطر انه احنا ندخل على الاقدام ونخاطر انه نفوت مشان على الاقدام. شكرا لك دكتور نضال على هذه المداخله ويعطيكم الف عافيه. اذا المشهد جد خطير كما نقله في هذه اللحظات الدكتور نضال، والذي يرافق لكم الهلال الاحمر منذ ساعات صباح وفجر هذا اليوم، حيث جرى النقل قبل لحظات اصابتان في مركبات الهلال الاحمر وصلت الى المشفى بحاله حرجه، حيث نزفت يعني كميات دم كبيره بعد ان تركت تنزف على الارض دون ان تتمكن لكم الطبيه من نقلها الى المشفى. هذا هو الوضع الانساني حاليا والذي جرى، يعني الصوره نقلها الطبيب الذي حاول الدخول
الدخول ويحاول الدخول مرات ومرات، ولكن بصعوبة كبيرة بعد جرف الطرقات بالمجنزرات والآليات المجنزرة الجرافات المجنزرة، وبالتالي عملية إعاقة مقصودة من قبل جيش الاحتلال حتى لا تتمكن الأطقم الطبية من الوصول وكذلك المركبات من الوصول إلى داخل مخيم جنين، وبالتالي يعني تصبح الحالة الإنسانية صعبة جدا وتتفاقم داخل المخيم. نعم، شكرا لك أحمد. وبالحديث عن الحالة في المخيم، يعني وصلتنا للتو يعني لقطات مصورة تظهر يعني للأسف الشديد يعني عدد من المواطنين وهم ممددون على الأرض، لا ندري إن كانوا مصابين أو كان قد تم قتلهم من قبل قوات الاحتلال. نعتذر عن بث هذه الصور وهذه الفيديوهات حتى نتثبت منها من مصدر مستقل ومصدر رسمي، وحتى لا نثير أي بلبلة أو معلومات غير أكيدة، إنما ما يتم تداوله أيضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي يجب الحذر منه، وهذه رسالة إلى جميع المواطنين حتى يتم التثبت من كل ما يتم تداوله من صور ومن فيديوهات، لأنه الصور والفيديوهات التي وصلتنا صادمة للغاية وتظهر مجموعة من الجثث تقترب من بعضها البعض وملقاة فوق بعضها البعض. لا يمكن أن نؤكد أو نتحدث عن أي تأكيدات حيال هذا الموضوع إلا بعد أن يكون هناك مصدر رسمي ليوثق كل ذلك. وأيضا هذه نصيحة للجميع بأن لا يتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أي من هذه الصور والفيديوهات حتى تثبت من مصادرها، وأيضا احتراما لذوي هؤلاء المواطنين. قبل أن أعود إليك أنس، اسمح لي أن أذهب إلى قلقيليا، ومن هناك انضم إلينا أحمد شاور مراسلنا من قلقيليا. أحمد شاور، أهلا بك معنا. صورة الوضع في قلقيليا وبالتحديد عند أحد مداخلها. أهلا.